اول حاجه هتفتحوا موقع فوكارو من اللينك اللي على الجروب بتاع الواتس بتاعكم. بعد ما يفتح الموقع اول مره اتاكد هيطلع لك رساله ان انت تسمح للمايك انه يسجل، فتاكد ان انت ضغطت على الاو او سماح. وبعد كده من رمز المايك اللي في نص الشاشه ده بتضغط عليه وتبدا تسجل اجابتك على السؤال الشفوي بشكل شفوي، يعني بالفويس بتاعك. وبعد ما تخلص إجابة السؤال هتضغط تاني على الزرار الأحمر ده كده تعمل له ستوب كده، أنا تسجل عندي الإجابة بتاعتي. لو عايز تسمعها تاني اضغط على المثلث بتاع البلاي اللي في نص الشاشة كده وتسمع الإجابة بتاعتك وهكذا. لو مش عايز الإجابة دي هتسجل إجابة تانية بتضغط على الزرار الأحمر اللي هو على الشمال في نص الشاشة ده عشان تعيد التسجيل تاني. خلاص انت خلاص اكسبت الفويس اللي انت سجلته، هتضغط على سيف وشير اللي في المربع تحت دي، هيطلع لك اللينك اهو بتاع الفويس اللي سجلته. هتلاقي فيه مربعين صغيرين جنب اللينك من ناحية اليمين اهمت، هم انا بعمل عندهم كده اشارة اهو، المربعين الصغيرين دول هتضغط عليهم هيقول لك خلاص ان انت عملت كوبينج لللينك ده، خلاص كده انت خدت نسخة منه. هتاخد اللينك ده بقى وتروح على الفورم اللي هتلاقوا اللينك برضو بتاعها على جروب الواتس، فهروح للفورم بتاعي اهي وتضغط على اللينك بتاع الفورم. الفورم دي فيها حاجتين، فيها هتحط بياناتك اسمك بالعربي ورقمك، وهتحط طبعا اللينك بتاع الفويس اللي سجلته، زائد لما هتضغط نيكست زي ما انتم شايفين هيكتب لك اهو رايت شور نمبر ان انجلش، الرقم اكتبه بالانجلش ايا كان الرقم. وبعد كده قلنا رقم الجلوس، بعد كده بتكتب اسمك بالعربي، خلي الاسم بالعربي. بعد ما كتبت الاسم بتروح تحت وتكتب هنا عند البيست ذا لينك، تحط اللينك بقى بتاع الفويس بتاعك. كل اللي هتعمله هتضغط هنا وتظهر المؤشر، وبعد كده تضغط تطويل هيظهر لك زرار بتاع بيست تاني عشان تحط اللينك في السؤال بتاع بيست ده لينك بتاع الفويس بتاع اجابتك الشفوي. هتضغط الاول ضغطة واحدة عشان يظهر المؤشر، وبعد كده تضغط تطويل هيظهر الزرار بتاع بيست كده، هيعمل لصق بيست او لصق لللينك اللي انت كنت واخد له كوبي من الفوكارو كده تمام. هتضغط بعد كده نيكست هينقلك لصفحة تانية فيها 8 اسئلة اختياري على محتوى الموضوعات الثلاثة. بعد ما بتخلص خالص بتنزل تحت وتضغط سبميت، انا هعمل بوز، هتضغط نيكست وهتظهر شاشة الاسئلة الاختيارية. فبعد ما ضغطت سبميت للاجابة بتاعتك هيطلع لك ان انت سجلت اجابتك تمام، وهيطلع لك هنا زرار فيو سكور او شاهد الدرجة، هتضغط عليها هيبان الدرجة. خلي بالكم الأسئلة اللي أنا ظهرت قدامكم بتظهر بترتيب مختلف كل ما بتفتحي، يعني مش شرط إن يبقى أول حاجة اكتب اسمك بالعربي وبعد كده الرقم، لا ممكن يحصل تغيير في ترتيب الأسئلة كل مرة تفتح الفورم. فهضغط على فيو سكور وأشوف الدرجة بتاعتي لو انت